مصر، مصر دائما هي المفتاح الحقيقي للحل. والنهارده ومصر هي اللي عامله قمه القاهره للسلام، فمصر هي اللي ضغطت كل الضغوط بحيث ان المعبر يتفتح علشان نعدي المساعدات الانسانيه والطبيه اللي تقريبا بقالها اسبوعين تنتظر دخولا آمنا لتوفير الاحتياجات الإنسانية والخدمية والغذائية لأهالينا في فلسطين. فمصر نجحت في ده، والقمة قيد الانعقاد وهي منعقدة في نفس الوقت. طيب احنا معانا على التليفون الأستاذ محمد راجح، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي. أهلا بيك يا أستاذ محمد. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. إزاي الحال؟ كله كويس؟ كله في نعمة الحمد لله. مرابطون اهو عند معبر رفح، مستمرون ان شاء الله لحد ما المساعدات الانسانية كلها المتاحة معانا حاليا هنا، وان شاء الله كمان نقدر ان احنا نجيب عليها اكتر من كده بكتير عشان ندخلها لاهالينا في فلسطين ان شاء الله باذن الله. بقالكم كام يوم قاعدين منتظرين فتح المعبر؟ الجانب الاسرائيلي كان بيضرب، وانا عارف واتكلمت يمكن مع كذا حد من المتطوعين اللي موجودين هناك، قالوا لنا احنا بنبقى واقفين حول الشاحنات منتظرين ان احنا نقدر نعدي، لكن شايفين وسامعين القصف على الجانب الفلسطيني من قبل المحتل الصهيوني. بقالكم كام يوم منتظرين؟ والله احنا بقالنا تقريبا حوالي 7 أو 8 أيام. الفكرة ان هو طبعا دي كلها محاولات بيمارسها الجانب الصهيوني علينا، يمكن بيضرب قريب كمان من الاماكن اللي احنا موجودين فيها حوالين المعبر، بحيث ان احنا يمكن يخوفنا او يثير الرعب في قلوب المتطوعين. بس الحقيقة يعني الشباب المتواجدين هنا يعني ما شاء الله عليهم، عندهم اصرار وعزيمة وقوة وشجاعة على ان هم يكونوا متواجدين وان هم يكونوا في عون. مش عايز اقول بقى انا، يعني انا بالنسبه لي يا فندم القضيه ما بقتش قضيه فلسطينيه ولا هي قضيه عربيه، هي قضيه انسانيه. احنا صح. النهارده بنشوف اطفال ابرياء بتموت. ايه يعني الطفل ده عمل ايه في حياته عشان خاطر يبقى موجود في مستشفى يعني ويتضرب بالطريقه يعني المذله دي؟ الحقيقه انا يعني انا عبر برنامج حضرتك انا يعني انا بوجه رساله للمؤسسات الدوليه، لازم يكون في دور اقوى من كده، لازم يتمارس ممارسات اقوى من كده لايقاف الحرب. احنا طبعا يعني احنا كتحالف وطني من هنا موجودين وبنمارس ضغوطات عشان خاطر نقدم المساعدات اللي عندنا، وعشان خاطر احنا كمان متحملين امانه كبيره جدا من المتبرعين ومن الناس اللي كان نفسها بكل الطرق انها تقف وتساعد اخواتنا في فلسطين. ولكن الاهم من ده، احنا طبعا بنتكلم على حوالي 2.5 مليون بني ادم محرومين من الاكل والشرب والعلاج. يعني اصلا احنا بس مش بنتكلم ان هم بيتقشوا بالطيران وكل شويه في اباده جماعيه بتحصل ليهم، ناس ما عملتش اي حاجه خالص، ناس في مستشفى مريضه بتتعالج بيتم قصهم، لا احنا بنتكلم كمان ان احنا بنحاول يعني نحرمهم من الاكل والشرب وكل حاجه، وكل ما المساعدات تكون قريبه منهم نحاول ان احنا يضربوا المعبر مره مش عارف او يضربوا حوالين الطريق اللي ممكن يوصل للمساعدات بحيث ان المساعدات ما توصلهمش. ولكن احنا يعني بطبعنا كمصريين الحمد لله طبعا مع الضغوطات اللي الدوله مارستها عشان خاطر المساعدات توصل، وعشان خاطر احنا ما نتنازلش عن القضيه الفلسطينيه ولا ان احنا يكون في مساومه على اي حاجه من حقوقنا كمصريين، احنا مرابطين وموجودين ومش ناسيين اخواتنا في فلسطين. يعني الحمد لله والله ده انا كلامي، بس انا عايز اقول لحضرتك على موقف يعني عظيم انا شفته هنا من اهالينا في سيناء. قول لي. انا يا فندم جالي اب في يوم من الايام كان يمكن قالوا لنا على بعض الاشتراطات الجديده بعد ما العربيات وصلت العريش في الشاحنات اللي هتتعمل، فبدانا ان احنا نجمع متطوعين من الاهالي هنا. جالي راجل تقريبا عنده حوالي 70 سنه، قال لي يا ابني انا ما عنديش حاجه اساعد بيها غير ولادي، شوفهم محتاج يعملوا معاك ايه ويعملوه، هم متطوعين معاك يشيلوا ويحطوا اي حاجه يقدروا يعملوها يعملوها. انا اللي بتكلم فيه يا فندم ان انا بشوف ولاد صغيرين عندهم 7 سنين حاسين بالاطفال، وبشوف واحد عنده 70 سنه حاسس بالناس واللي بيحصل بيها هناك. المجتمع الدولي والمؤسسات اللي من شأنها اصلا حمايه الانسان واللي من شأنها حقوق الانسان، ف
فين من حماية الأبرياء؟ فين من حماية الأطفال؟ أنا يعني للأسف يعني الحقيقة لازم يكون في ممارسات أكتر من كده من المجتمع الدولي. إحنا شفنا بعض الدول لما يعني تجاوزت الخطوط بتاعتها وراحت إنها تحارب في دولة تانية، شفنا ضغوطات وشفنا قطع علاقات دولية وشفنا عقوبات شديدة الردع، والموضوع ده أثر كتير جدا على مجريات الحرب هناك. ليه إحنا ما يكونش في نفس الممارسات؟ هل حقوق الإنسان مرتبطة بدول معينة ولا مرتبطة بالإنسان فقط؟ أعتقد إن لازم يكون في حاجة أقوى من كده إن شاء الله. نتمنى ذلك، نتمنى ذلك. طيب النهارده في جانب من المساعدات بالفعل بدا يصل، واعتقد المساعدات الطبيه تحديدا بدات تدخل. الحمد لله طبعا، يعني امبارح يعني او النهارده الصبح الحمد لله جهزنا مجموعه حوالي 20 شاحنه بالادويه الطبيه، طبعا تم تجهيزها بواسطه يعني فريق طبي مختص تحمل مجموعه من الادويه الخاصه بالعمليات الطارئه او بالحوادث زي كده. وطبعا احنا عارفين ان في انهيار كامل للقطاع الطبي داخل قطاع غزه وداخل فلسطين بشكل عام، يعني فمجهزين برضو بعض الادويه الخاصه بالامراض المزمنه. ولكن طبعا احنا عايزين ناكد ان احنا بنتكلم في 2.5 مليون بني ادم، يعني مهما نتكلم في مثلا عدد شاحنات، طبعا بدايه الغيث قطره طبعا، واحنا سعداء جدا، وده بالنسبه لنا على فكره يعني كان يعني النهارده كنا في قمه الفرحه ويعني في قمه السعاده ان احنا يعني حقيقي الضغوطات والمجهود اللي الشباب بذلوه خلال الفتره اللي فاتت ورباطهم وعدم تخوفهم قدرنا ان احنا نوصل منه الانجاز. ولكن احنا يعني طموحنا اكبر من كده، احنا كمان طموحنا ان زي ما سياده الرئيس اتكلم ان احنا لازم المساعدات تفضل متوفره. لان خلي بالكم يا جماعه احنا بنتكلم على دوله محتله من فتره كبيره او يعني محاصره كمان من فتره كبيره، ما عندهاش الامكانيات انها تعمل مخزون استراتيجي، ما عندهاش امكانيات انها يكون في مخزوناتها مجموعه من الادويه اكتر من احتياجها. ده دوله اكيد احتياجاتها او اكيد المخزون اللي عندها على قد الاحتياج اليومي. احنا بنتكلم في 2.5 مليون بني ادم، فلازم يكون في عدد شاحنات ان شاء الله تكون اكبر من كده بتعدي، لازم يكون في كمان يعني الاستمرار بشكل يومي زي ما سياده الرئيس قال النهارده. يعني احنا طبعا بنشكر الدولة على الضغوطات الكبيرة بجد اللي مارستها، ويمكن موقف من اقوى المواقف اللي حصلت في التاريخ من في الفترة كمان اللي فاتت بالنسبة لنا احنا كجيل مثلا لسه ما شفناش يعني ما حضرناش مثلا حرب اكتوبر، ولكن كان موقف قوي جدا. ونتمنى كمان من بعض الدول الشقيقة انها تمارس ضغوطات زي اللي مارستها الدولة المصرية في القضية الفلسطينية. يعني صحيح، انا بشكرك جدا يا محمد، كل الشكر. استاذ محمد راجح عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي للتنموي.